في إطار اهتمام الدولة بالصناعة المصرية وتشجيعاً للمنتجين وصغار المستثمرين، افتتح محافظ بورسعيد وبحضور وزيري المالية والتجارة معرض صنع في بورسعيد، وذلك بمشاركة أكثر من 26 شركة عارضة. أنا النهاردة موجودة ومتشرفة بوجودي في محافظة بورسعيد، وقد إيه سعيدة بتفقد صنع في بورسعيد، لأني أنا تفقدت مصانع عديدة. في مصانع معظمها بتقوم بالتصدير للخارج، جودة عالية، ذوق عالي، مش مجرد جودة وذوق، ولكن كلها مصانع بتشغل عندها عمالة مصرية، منتجات كلها متميزة، منتجات ان احنا حقيقي نفخر بها، منتجات متنوعة. حلم اطلاقه سيادة الرئيس بال 100 مليار دولار تصدير، يعني اللي شايفينه النهاردة بيقول لا هنقدر نحقق ده، لأنه النهاردة كل اللي موجودين مش بيتكلم على أنه بينتج للسوق المحلي، ده بيقول وخطتي في التصدير إيه، نجحت في التصدير أصدر قد إيه. في منهم اللي بيقول بصدر 100% من إنتاجي، في منهم اللي بيقول بصدر 20% من إنتاجي أو أقل، لكن كلهم بيتكلموا لغة واحدة، أن أنا بصنع عشان التصدير هدف ليا. شفنا النهاردة بورسعيد اتحولت تحول جذري من تجارة إلى صناعة، شفنا النهاردة أهالي بورسعيد فخورين إن هم بكلمة صنع في بورسعيد، صنع في مصر، وده إحنا شرف كبير لينا، وكل ده لا يتأتى إلا بالتعاون الكامل والتكامل والرؤى مع وزارة الصناعة ومع وزير المالية ومع الدولة المصرية كلها. تنوعت المنتجات المعروضة من العارضين وأظهرت رغبتهم في المشاركة لتعريف السوق المحلي بجودة منتجاتهم ومحاولتهم إرضاء جميع الأذواق. احنا طبعا بنقول صنع بورسعيد دي كلمة كبيرة جدا الواحد بيفتخر بيها، لأن صنع بورسعيد اللي انت عارف بورسعيد الأول كانت بلد تجارية مش بلد صناعية، النهاردة بورسعيد بتتحول لبلد صناعية. تشجيع الدولة المصرية للصناعة المحلية دفع العديد من المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من المناطق الصناعية بوجه عام وبورسعيد بشكل خاص، ومواكبة تحويلها من محافظة تجارية إلى صناعية.